مشاهد معينة. ادي كده اكتر دور شكل لك تحدي فني، هو ده الدور اللي انت بعد يعني تأكد حضورك بقوة، يعني الدور اللي كان بيمثل لك تحدي في مسيرتك؟ اي دور انا بعمله، اي اقسم بالله من اول ما بدأت، اقسم بالله لازم يبقى اول ما وانا كل دور بتعامل معاه من اول ما بدأت بتعامل معاه من المنطلق ده، لان ده تحدي، ده عنق الزجاجة بالنسبة لي والله العظيم. انا مش ببيع كلام، انا بقول لك من ساعة ما بدأت اي دور جالي هو بالنسبة لي كان تحدي، ببقى داخل ان هو ده يعني لا والله اكون او لا اكون بالنسبه لي في اي دور، حتى لو كان دور ما كانش مش هو البطل، انا بالنسبه لي لان هو ده بيبقى بالنسبه لي ده اللي هيفتح لي الباب حتى لو ما فتحش، بس انا اجتهدت فيه. فما اقدرش اقول لك الدور ده هو اللي انا كنت، لا كله كان كده بس. لكن هل في دور فتح فعلا الباب؟ نقدر نقول ده الدور اللي خلى مفيش دور بيفتح باب، هو بيبقى سلالم مراحل بالظبط. اول دور في مسيره اي فنان في الدنيا، ايوه اللي هو ايه، لا هو بيقول هو في دور بيبقى في اي فنان في الدنيا بيبقى فاتحه خير عليه، بيبقى معلم في مسيرته قوي، واخد بالك يعني نجوم عالميين باتشينو روبرت دينيرو مش عارف، بص لا عندهم ثلاث افلام معلمين. ماشي تمام. ايه دور البدايه؟ ما هو يعني انا مش بدايات قلبك انا روبرت دينيرو فين؟ تمام. في جاد فازر مع مارلون براندو. تمام مفيش مشكله. فانا بتكلم عن الكيفيه، الدور الاول اللي حدث بعده. ما هو انا وانا اقول لك ما انا انا ممكن اقول لك دلوقتي هشام عشماوي صح؟ طب ما هو لولا هشام عشماوي ما كنتش خدت الخديوي. طب لولا الخديوي ما كنتش عملت الكوماندو. طب لولا بروسلي ما كنتش عملت هشام عشماوي. طب لولا نصيبي واسمتك ما كنتش عملت بروسلي. صح؟ طب انا اعرف منين انا؟ ما انا مش حقيقي مش قادر اقول لك على حسب الشخصيه. انا حقيقي مش قادر اقول لك، فاهم قصدي؟ ما انا داخل على الاختيار ده هشام عشماوي فوداني للخديوي، ده سيف الخديوي يا عم انا هزر، فاهم قصدي؟ فلو قلت لك سيف الخديوي بقى ظلمت هشام عشماوي، لو قلت سيف الخديوي بقى ظلمت الكوماندر، لو قلت الكوماندر بقى ظلمت مش عارف ايه. فانا بتعامل مع كل الادوار انها وكل واحد نور لي حته، يعني كل واحد فتح لي حته، ما فيش دور بيوصلك للموضوع كامله، لازم يبقى في يعني شمع عشان فتح لك باب، جه الخديوي فتح زود لك الدنيا شويه، جه الكوماندا زود لك الدنيا شويه، ايوه ما طيب ويجي اللي بعده يعمل لك كده، فاهم قصدي؟ بس نجحت